أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعلاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، منوها بأهمية مواصلة تعزيزها بما يعكس تنامي وازدهار هذه العلاقات التي تلقى كل الدعم والرعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم مع سعادة السفير إيغور كريمينوف سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة، حيث رحب سموه بالسفير وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه ومواصلة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها إلى جانب أهم القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أعرب سعادة سفير روسيا الاتحادية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من حفاوة وترحيب وعلى الاهتمام الذي يليه سموه بتطوير العلاقات البحرينية الروسية.